في سن بتمرق إلا وبنسمع عن إضرابات بالمدارس الخاصة، بس هيدي السنة يبدو أن الإضراب أقوى من كل سنة. المشكلة كبيرة، المدارس عم ترفع الأقساط نتيجة الزيادات على معاشات الأساتذة وغلاء المعيشة والضرائب، وأهالي التلاميذ بالكاد قادرين يدفعوا الأقساط. لهون والمشكلة واضحة، المشكلة الأكبر هي بسبب تدني المستوى التعليمي بالمدارس الرسمية نسبيا وعدم قدرتها الاستيعابية. طيب لوين منروح من هون؟ منروح على كارثة. أولا بسبب الفوارق بالمستويات التعليمية، وثانيا بسبب عجز الدولة وإفلاسها، وثالثا بسبب انعدام فرص العمل امام الخريجين وتعاظم الهجرة. الصورة سودة، ما هيك؟ اذا انا وعم بحكي عبقت، كيف اهالي التلاميذ؟ تعوا لنبكي علما ضائعا لم نحافظ عليه كالرجال. هذا رأيي، فكر فيها.